ارتفاع كبير للأسعار تعيشه أسواق العاصمة عشية عيد الأضحى المبارك، خصوصا الخضر. هذا ما وقفت عليه كاميرا شروق نيوز في استطلاع لبعض نقاط البيع بالعاصمة صباح اليوم. ارتفاع يراه المواطنون استغلالا من التجار لفترة المواسم والأعياد ليفرضوا منطقهم بعيدا عن آليات شفافة تضبط النشاط التجاري. كنت نبكي على الفلاحة اللي ماتت ونحرقنا بالغلا. الغلا غالي، غالي بزاف، غالي بزاف. عباك تروحوا للحم تبي غالي، الخضرة غالية، تعرفي ما كاش حاجة تبيها مليحة، كلش غالي. وما تشوفي واحد محد قال لي المسكين ما يستيبش باش ياكل، والله ما يستيب والو. شوف أنا شيت اليوم شيت شلاضة، شريت شوية ستاك، شوية ليكويس تاع الدجاج. هذا هو العيد نتاعي انا. كل حال في الاول شينا رخيصه شويه، اليومين هذو ما طلع اسم السوق طلع قرع له البركه دي 300 سامي سيمي دوك 15000 الاخت. مانشتو غاليه، القرعه هذوك القرعه راهي 16000. كريم ماشي حاجه تاع كونتيتي العيد بين قديانو. وي لي فوي سي اكسيسيف بزاف. كيما دخلت المارشي بون لو بري والله ما على بالي، مي واش نشري شي قيس دراهمي، قيس دراهمي 10000 20000 حاجه. اسعار اللحوم هي الاخرى عرفت ارتفاعا نوعيا بفعل ارتفاع الطلب عليها من طرف الاسر ذات الدخل الضعيف التي لم تتمكن من اقتناء الاضحيه، فلجأت لباعه اللحوم مرغمه، ففوجئت بان الارتفاع قد لحق باسعارها ايضا. كان لا كونتيتي كاينه تاع اللحم الحمد لله، انا اشتري كان ماشي قادر يشيل الكبش، يشري شويه بقري، شويه غنم، شويه كبده، كان يشري 2 كيلو 3 كيلو، كان عنده العائله الاخت، كان يشري حتى 7 كيلو. كل حاجه فيها الزايده، كيما شوفي هنا البوشي هذايا عنده اون مارج يزيدها. بقري الغنم 140، البقري يدير 130 120، فهمتي؟ إقبال كبير للمواطنين على الأسواق عشية وقفة عرفة، والأضحى يستغله التجار على الدوام لرفع أسعار المواد التي يقبل عليها المواطنون بكثرة بحسب المناسبة، لتظل الأسعار وجيوب المواطنين تحت سيطرة المضاربة ومنطق الربح السريعة.